تراهن المركزيات العمالية على جلسات الاستماع التي يرتقب أن تباشرها اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد من أجل إيصال مطالب الشغيلة المغربية التي تضررت كثيرا من تدهور القدرة الشرائية في السنوات الأخيرة، وهو ما أثر بالسلب على الأسر التي تكابد لتوفير لقمة العيش لأبنائها. وفي هذا السياق ثمن عبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل مبادرة الاستماع للفاعلين المغاربة في شتى التخصصات، لكنه يرى بأن النموذج التنموي القادم ليس فئويا، أي أنه نموذج وطني، ومن ثم فأي نموذج جديد يجب أن يقضي على اقتصاد الريع بصفة نهائية.